أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: توقيف سائق سيارة أجرى من الصنف الثاني بتهمة الوساطة في الاتجار في الممنوعات بالقصر الكبير. ولنرى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالقصر الكبير في الساعة الأولى من صبيحة اليوم الثلاثاء 30 مايو الجاري من توقيف سائق سيارة أجرة للاشتباه في تورطه في الوسط بينه وبين الزبناء فيما يتعلق باقتناء المخدرات الصلبة. وحسب مصادر العرائش نيوز، فإن الأمر يتعلق بشاب من مواليد 1990 كان يشتغل كسائق تاكسي أجرة من الصنف الثاني، تم توقيفه على الساعة الثانية من ليلة الثلاثاء على مستوى حي بورمانا برفقة فتاة من مواليد 1993 كان بحوزتها لفافة من المخدرات الصلبة. يشتبه أن السائق المعني كان واسطا بعدما اقتنى اللفافة المحجوزة من تاجر مخدرات صلبة بدوار العسكر بطلب من الفتاة المذكورة، كما تم حجز عدد من قنينات الجاع كانت بحوزة راكب آخر. كما أكدت بعض المصادر أن نفس سيارة الأجرة كان بها مستشار جماعي بالقصر الكبير. هذا الأخير نفى أي علاقة له بالموقوفين، وما تم حجه بالسيارة وهو الأمر الذي يؤكده محضر الشرطة الذي أخلى سبيل المستشار الجماعي فيما تم توقيف الفتاة بتهمة الحيازة، بينما تم توقيف السائق بتهمة الوساطة والتجارة. كما تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل فتح تحقيق في المنسوب إليهم تحت الإشراف المباشر من طرف النيابة العامة.